قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. يقولون المنشد هو المعرف باللقطة، والناشد هو الطالب لها. المنشد هو اللي يقول يا جماعة هذه لقطة، أنا وجدت هالجوال، يا جماعة هذا الجوال تبع من؟ هذا منشد. أما اللي يقول يا جماعة أنا ضايع جوالي، من اللي وجد جوالي؟ هذا ناشد. فغير مكة تقدم معنا بأن اللقطة فيه يجوز أن تؤخذ أن تملك إذا كانت شيئا لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني أنت مثلا في الرياض لو وجدت قلما مثلا يسوى 15 ريال 20 ريال وأخذته وملكته مباشرة حطيته في جيبك قلت هذا رزق من الله، ما عليك، بس وجدت 10 ريال 15 20 ريال مما لا تتبعها همة أوساط الناس. يعني الناس أنواع، منهم ناس تجار مثلا واحد يعني يملك المئات الآلاف مثلا أو ربما عشرات الملايين، وشخص فقير جدا عليه ديون وعليه كذا، لو يضيع من قلمه اللي بريال ضاق صدره. أما ذاك التاجر لو يضيع من قلم بألف ريال ما همه. هذا ليس مقياس التاجر وليس الفقير مقياس، المقياس هو الوسط. نأتي إلى الشخص العادي نقول أنت لو ضاع قلمك اللي 15 ريال هل بضيق صدرك وتفكر في أسبوع؟ قال لا 15 ما عندي مشكلة، لكن لو عندك قلم 200 ريال 150 ريال وضاع قال لا والله بضيق صدري، يمكن أتصل على السوبر ماركت اللي كنت فيه وقل يا أخي أنا طاح مني قلم وأنا أتسوق ابحثوا عنه. فهو تتبعه همته، اهتمامه يتبع هذا. نقول إذا هذا الذي 150 100 ريال أو حتى في 80 لا يملك إلا أن يعرف أو تتصدق بثمنه. أما بالنسبة لمكة ففي مكة كل شيء ساقط على الأرض حتى لو كان هذا الشيء شيئا محتقرا لا يجوز أن تأخذه. لو أنك تمشي طالع من الحرم أو حتى غير الحرم في العزيزية في الجعرانة في أي مكان في مكة في الزاهر في أي مكان مدام في منطقة الحرم لو تلقى لك ريال على الأرض ما يجوز تأخذه إلا إذا أنت بتنادي عليه. إذا أنت بتأخذ الريال وتطوف في مجامع الناس وتقول يا جماعة من اللي ضاع له ريال كذا ما عليك بأس إلا لمنشد. أما إذا أنت ما عندك استعداد تبحث عن صاحبه نقول لك لا. فلو قلت لي يا أخي طيب ما أنا في الرياض وجدت 10 ريال وقلت يجوز أنك تأخذها، نقول نعم نحن نتكلم عن الحرم. قالوا لا يجوز. لماذا منعت أخذ ساقطة الحرم؟ قالوا لأن يعني الذين يأتون إلى الحرم هم حجاج ومعتمرون في الغالب. يعني مثلا سكان مكة اليوم أنا لا أدري كم بالضبط لكن يحج إلى مكة سنويا مثلا قرابة 3 مليون، وعدد المعتمرين سنويا الذين يأتون ويذهبون بالملايين. يعني ربما في الشهر الواحد جاء مثلا يأتون على دفعات ربما يصلون إلى 3 ملايين 4 ملايين في الشهر الواحد. معنى ذلك أنهم خلال الأشهر السنة ربما يصلون إلى يعني ربما 20 مليون أو نحوها، يأتون على دفعات كل أسبوع مثلا مجموعة من الحملات. فيقولون بأن الحاج إذا سقط منه شيء رجع إلى الموضع يبحث عنه، ولذلك منع الناس أن يأخذوا أي شيء طايح، خله مكانه حتى يأتي الحاج يبحث عنه أو المعتمر قبل أن يرجع إلى بلده. لو قلنا خذها وعرفها سنة، ما هو الحاج جلس أسبوع ورجع لبلده تعرفها لمن؟ ما هو راح خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسد الباب قال لا تأخذ اللقطة أبدا. واليوم بالمناسبة فيه من في مؤسسات يعني موجودة تابعة أظن بعضها للرئاسة العامة للحرمين وبعضها لوزارة الشؤون الاجتماعية أو كذا، لجان خاصة مكاتب خاصة للمفقودات. إذا وجدت شيئا وخشيت أن أحد يعبث به تعال وأعطيه لهم ساعة جوال مفتاح ميدالية إلى آخره.